مجموعات نارية لكأس العرب 2021 تعرف على نتائج قرعة كأس العرب 2021 مجموعات في منتهى القوة. المجموعة الأولى قطر، العراق، الفائز من عمان والصومال، الفائز من البحرين والكويت. المجموعة الثانية تونس، الإمارات، سوريا، الفائز من موريتانيا واليمن. المجموعة الثالثة المغرب، السعودية، الفائز من الأردن وجنوب السودان، والفائز من فلسطين وجزر القمر. المجموعة الرابعة ومجموعة قوية جدا الجزائر، مصر، الفائز من لبنان وجيبوتي، والفائز من ليبيا والسودان. أربع مجموعات قوية جدا يتنافسون على كأس العرب 2021. نتمنى التوفيق لجميع منتخباتنا العربية وتكون بطولة موفقة بإذن الله تجمع الشعوب العربية مع بعضها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.